اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من اليورو. خلاص بيقترب اليورو على الانتهاء في انتظار المباراه النهائيه ما بين ايطاليا وانجلترا. ومساء الخير على مين؟ مساء الفل يا سيفو، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ده سيلفي بس انا وكابتن حازم. انا كنت بتصور سيف وهو بيقدم. كنت بتصور سيف وهو بيقدم. لا لا براحتك، لا انصحك بيه. لا عادي انا ما فهمتش عايز ايه والله، بس بيس يعني. اخبارك ايه؟ الاخبار الدنيا كويسه؟ كلم حد في التليفون؟ سياده النائب مساء الخير. كلم حد في التليفون؟ ببعت مسجات ناس صحابي. ازيك يا كابتن زين؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه وحش؟ كله كويس؟ الحمد لله. ايطاليا واسبانيا ماتش حلو قوي، ماتش حلو قوي يعني، وفرقتين بصراحه جامدين جدا. لعيبه كره جامده جدا، في ليفل تاني خالص بصراحه، غير اللي احنا بنشوفه في مصر يعني. حاجه لعيب الكره بتستلم كره تحت ضغط، ورك ريت عالي جدا، اثنين مدربين جامدين جدا. انا بصراحه معجب بمانشيني وايطاليا جامد. معجب مش عايزه تموت الدبان. يلا معلش الحمد لله. معجب بمانشيني وايطاليا، انك تقعد 34 ماتش صفر ما تكسبش في التوب ليفل وفي انترناشونال ليفل، دي حاجه مش سهله. ايطاليا بس ايطاليا تستحق ان هي تكون موجوده في النهائي. حازم الماتش الثاني ماتش الدنمارك وانجلترا. انجلترا بص يعني ليس هو انجلترا متوقع انها تبقى في النهائي؟ في الاول لا، بس بعد شويه يعني في اول في الاول خالص اما البطوله تبتدي. يعني بالنسبه للجمهور الانجليزي دي مفاجاه ولا طبيعي؟ ده اول نهائي من اول او عموما يصلوا اول نهائي من اول نهائي خدوا بطوله اوروبا من ساعه ما ابتدت انجلترا البطوله وهم ابتدوا في محطهم تزيد. بس طبعا زي ما بقول لك اول مره في تاريخ حياتهم يوصلوا بطوله اوروبا فاينل. وصلوا قبل كده سيمي فاينل وخسروا، كان في انجلترا برضه 96 او 94 كام 96 ايام بيرهوف لما جاب الجونين. فبالتالي هي مشيت مع الماتشات، ابتدت الناس كلها تشوف ان انجلترا ماشيه بشكل كويس، احسن دفاع وهجوم كويس. ماتش اللي فات مع الدنمارك، بص يعني الدنمارك عمل شوط واحد حلو قوي بصراحه. طبعا شمايكل مان اوف ذا ماتش سو فار عن اي حد هو وستيرلينج، لكن انا الشوط الثاني والثالث والرابع وان سايد جيم لانجلترا. يعني انجلترا اولا بدنيا واقف على رجليها، لو نلاحظ عميدو لعيبه الدنمارك الشوط الثاني والثالث شد كتير جدا. اللعيبه مش قادره، في لعيبه سرد باكات مش قادره تحط رجلها، تعبانه ولما تنزل على الارض بتقوم بتقل، تحس ان هم بيعتلوا يعني. فعلا الشوط الثالث والرابع والثاني حتى ما فيش ولا هجمه تقريبا تذكر يعني، يمكن في الاخر خالص شوطه. انجلترا بصراحه وان سايد جيم بدنيا واقفين على رجليهم بشكل قوي جدا، ضغط 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 يعني. حتى لو ما كانش في بينالتي، بس في يعني اشوف ستيرلينج كل كوره، وده يبين لك بدنيا عاملين ازاي. ستيرلينج كل كوره بياخد كوره رايح للباك، ما بيلعبش وكل كوره رايح. الفوت وورك بتاعه سريع جدا، بيحط الباك في ظهره على طول ومكمل ومشايط على الجون، بيلعب بالعرض. فانا شايف الماتش يعني فعلا انجلترا احسن بكتير، وممكن تكسب ايطاليا بسبب بدنيا. يمكن انا اول مره اشوف ايطاليا الشوط الثاني والثالث والرابع في ماتش اسبانيا بالمستوى ده. يعني ايطاليا كل البطوله هي الليد في كل الماتشات. اول مره اشوف فرقه مسكت ايطاليا شوط واكسترا تايم اثنين. اسبانيا احسن بكتير، ايطاليا متراجعه بشكل كبير جدا، مش عارفه تهاجم. هو كان عمل تغييرات، طلع ايموبيلي كان عايز يقفل الماتش فدخل فيه الجون، فلما نزل بيلوتي ما كانش الفرقه فايقه. فاسبانيا كانت احسن بكتير من ايطاليا شوط ثاني والثالث والرابع. انا متهيألي مع المنتخب الانجليزي والفرق البدني اللي باين ده ممكن انجلترا تكسب ايطاليا. الله اعلم، ما كل شيء وقت ايطاليا ابطال اوروبا، لكن انا نفسي ايطاليا تكسب. لا انا بحب ايطاليا، انا بقول لك بس على اللي انا شفته في الماتشين. اللي انا شفته كبدنيا وكوره دلوقتي يا ميدو في الوقت ده، وان انت بتلعب ست ماتشات وهتلعب السابع تقريبا، انت عايز تبقى واقف عليك كويس قوي. انا شايف انجلترا في الحته دي هم عندهم حاجه اكسترا عن كل الفرق بصراحه. وانا كمان ايطاليا هتقفل كويس قوي، هتلعب ديب ديفنس، هتلعب لو بلوك، ومش هسيبهم ان هم يجروا في ظهرهم. مانشيني ذكي، مش هيدي فرصه لستيرلينج وساكا ان هو يجروا في ظهرهم لو لعبوا. بس النهارده برضه من ضمن الحاجات يا كابتن حازم اللي علق انجلترا جامد، مش حته الفتنس بس، انت كل لعيب بينزل بيزودك، وكل لعيب بيطلع من الدنمارك وبينزل للتاني بينقص. يعني البنش بتاع انجلترا جامد جدا. بس انا عايز اقول حاجه، ستيرلينج في البطوله دي تحديدا في الماتش ده ساعات بقول لك كل الماتشات هو اللي بيخلص، لا اما هو اللي بيعمل الجون لا اما هو اللي بيجيب الجون، وبعدين هو الوحيد في انجلترا او من اللعيبه كلها في البطوله كلها. لا مش بياخد فضل ديفنس، ما بياخدش كوره فضل ديفنس، هو بياخد الكوره ويروح للديفنس.
البينتي خده ازاي؟ دخل في وسط اثنين ومرقص واخد البينتي. كل اللي بعديها بيعدي من السيد باك وهو بيلعب بالعرض. ممكن اسالك سؤال؟ لا التكمله يا ميدو يعني الجون اللي جابه الاولاني مش هو اللي يعني الاون جول. هو بص مكمل ازاي؟ وبعديها بواحده بالظبط برضه نفسها برضه مكمل صح؟ طب هل 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 عشان هو ما لعبش ماتشات كتيره في السيتي السنه دي او قعد ماتشات كتيره مخليها فريش؟ انا بتهيألي انجلترا خليها فريش. انجلترا ميدو بيعملوا حاجه في ال يعني عندهم سيستم بدني غذائي لياقي في حاجه عندهم هيعملوا فيها بومنج الفتره يعني في حاجه هم دايما ميدو كده مهم دايما ان هو التريح والريكفري الطويل وان حد يريح خليك دايما فريش. لا بس في فرق كبير اسيف من لعيب لاعب مثلا يعني انت مثلا عندك لعيب زي مثلا زي ماونت. لعيب زي ماونت ده لعب السنه دي 64 ماتش. ستيرلينج جوارديولا في الدور الثاني قعد ماتشات كتير جدا ما بيعتمدش عليه بيقعد احتياطي يعني قعد مثلا على الاقل بس مع ايه لعيب زراح سو حدين يعني ما بلعبش بقالي فتره. لا بس هو بس تحس ان هو فريش وساكا لا فريش غير احسن واحد احسن من ساكا واحسن من هاري كين ماتشات كتير جدا هو اللي بيعمل هجوميا الفرق بتحس ان كين منهك عدد الماتشات الكتيره اللي لعبها وبينزل يستلم في رجله على طول ومش قادر يجري في ظهر الديفنس انما ستيرلينج فريش و لوك شو فريش لوك شو عامل وكر جامد وكر مش طبيعي بس وكر هو كده وكر بيغطي على اي حد في الملعب اي حد بيجي من الشمال اليمين لاخر الشمال النهارده مغطي واحده من اخر اليمين مغطي كانه باك ليفت سريع جدا. واحنا ممكن نتوقع دلوقتي في المستويات دي يعني ايطاليا مع انجلترا في النهائي دي مباراه ممكن بتاعت يومها بتاعت حسابات بتاعت اثنين مدربين فنيين اي ماتش فاينل ممكن ما يبقاش يومك ممكن الماتش ماشي ناحيتك اول دقيقه جون ممكن تلاقي ممكن تلاقي اللعيب انت زي ستيرلينج مثلا مش شايف فانت فقدت حاجه مهمه جدا هجوميا او بينالتي او بينالتي في حاجات كل حاجه توقعاتك النهائيه. انا بتوقع ايطاليا انا بقول ايطاليا وكوبا امريكا برازيل. حزم توقعات ولا امنيات؟ توقعات بص انا كنت شايف ايطاليا بصراحه بس بعد ماتش بس بعد ماتش اسبانيا مع ايطاليا اسبانيا كانت احسن من ايطاليا بصراحه يعني واسبانيا عايز اقول لك حاجه الفترة الجاية هتليد اوروبا عشان يعني سنهم صغير سنهم صغير جدا في ستة بيلعبوا منتخب اولمبي ستة من بيلعبوا امبارح اول امبارح دول منتخب اولمبي يعني قد رمضان وقد مصطفى وبيلعبوا اساسيين وعاملين ماتش عالمي وخسروا بلنتيات يعني عزومة في المطعم اللي كنا بناكل فيه امبارح بس مش انا وانت بس الناس كلها كل الصف على ايه بقى؟ يعني انا المطعم اللي كنا بناكل فيه امبارح ان احنا ايه يعني انت بتقول انجلترا تكسب وانا بقول ايطاليا خدوا بقى وروحوا خدوا اصحابكم وروحوا انت بتقول انجلترا انا نفسي ايطاليا انا نفسي ايطاليا تكسب اما انا نفسي بتحقق لا 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 مش ده واحد تاني واحد تاني لا مطعم اللي كنا فيه ده لا هو حاجه تانية ما ينفعش نعمل ايطاليا امبارح اوه انا تاريخ الصبح كنا يعني نتغدى قبل ماتش ايطاليا واسبانيا ماتش انجلترا ودمان كنت بقول ايطاليا بس ما اعرفش يعني اتمنى ايطاليا بس انا شايفها انجلترا نشوفكم ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه مع العالمي والثعلب ونشوف التوقعات ايه وبعد المباراه النهائيه انتوا موجودين معانا نشوفكم ان شاء الله.